طبعا يلا طبعا يا مؤمن. ايه يا عم بس ايوه ايوه طبعا يا مؤمن ادي خلي بالك روق الحبيب بالراحه خلي بالك بالراحه اديله ازقه طبعا يا مؤمن امه شد عليك شد عليك قاعد الراجل يا ابني قطع الخير خلي بالك ما يغيرش ده اديله طلع فين السمار ده يا حمادة؟ طلع في غط في غطة؟ اه اوعى ده واكل ايه بقى يا حمادة؟ ده واكل واكل حتة سردينة اوعى يا حمادة تتكلم عشان بتطلع يا حمادة ايوه سردينة ولا صغيرة؟ لا سردينة يا عم احنا في ولا فين دلوقتي يا عم الحاج انت؟ اتعورت كده؟ تتم ايدك يا راجل